وتمري الأرض المحبوبة. معانا واللي هيكلمنا أكتر عن الحب اللي بنتغنى وبيتغنى بيه دول أوروبية دلوقتي إنهم بدأوا يحتفلوا بعيد الحب. لا، إحنا عايزين نقول للناس كلها إن الحب خرج أساسا من عند المصريين، هم أول من أبدعوا الحب وقدروا يحبوا بإخلاص، حبوا الأرض وقدروا بحبهم للأرض دي يعملوا أعظم حضارة وسموها تماري، وأطلقوا كمان لتسمية المحبين أسامي هنعرف أكتر عنها مع الكاتب الأثري وباحث المصريات، واللي بنستمتع دايما بحديثنا معاه كل أسبوع دكتور بسام الشماعة. صباح الخير. صباح النور وإزيكم جميعا، وصباح الخير على مصر الحب الجميل. صح مصر تماري؟ تامري صح. بصي تامري دي كلمة عظيمة جدا انت قلتيها، بس علشان مصر هنا المؤنث فهنحط لها تاء التأنيث في الهيروغليفي فهتبقى تامري. تامري تامري أرض المحبة أو الأرض المحبوبة. الأرض المحبوبة دي مين اللي ما يقدرش يحب فاطمة؟ أيوة، مين اللي ما يقدرش يحب مصر وقدها وعايزين نقول بقى إن الفراعنة هم أول من أبدعوا واخترعوا وفكروا في الحب واطلقوا اسماء على المحبين كمان. بصي اول ده يعني لو رحتوا المتحف المصري هتلاقوا فيه شخصيه جميله جدا اسمها رع حتب، وده راجل كان له باع كبير في البلاط وفي الجيش المصري القديم، وكانت زوجته سيده رائعه الجمال اسمها نفرت، واتفقنا ان نفر يعني جميل او جمال ونفرت يعني جميله، فهي كان اسمها جميله وهي رائعه الجمال. اكتشفنا حاجة بقى عجيبة قوي في هذا الرجل المغوار اللي هو كان بطل من أبطال مصر القديمة، إن هو كان بيرتدي سلسلة، والسلسلة فيها تميمة كده هو نازلة منها كده زي العليقة اللي انتوا بتلبسوها دلوقتي، وعليها رسمة في الهيروغليف يطلق عليها إيب، وإيب أي قلب. يعني إيب رسمة مختلفة عن رسمة القلب اللي احنا عارفينها يعني ولا؟ مختلفة شوية، لكن هي ايه؟ هي القلب. فاذا اول بني ادم ارتدى علقة القلب اللي انت بتجيبيها لبنتك او بنتك بيجيبها لها جوزها، او الهدايا اللي ما بيننا اللي على هيئة قلب دي فضة وقلب ذهب والكلام ده، على المحبة يعني اول واحد كان لابسها لابس القلب كان هذا الرجل المغوار. وخدي بالك بقى هنا كان الراجل هو اللي حاططها، والايد اصبح القلب كما هو معلوم. وفي نفس الوقت كان هناك اشعار بتتكتب في الرومانسيه والحب، ولقينا مثلا برديه اسمها البكي دي بتتكلم عن بعض الاشعار الجميله اللي كتبوها المصريين القدماء والمصريات القديمات كمان. الحقيقه في مجموعه من الحكم الجميله اللي يعني عايزين نبقى في كل مره كده نجيب حكمه من الحكم اللي كانوا بيكتبوها لابنائهم علشان يتوارثوها بينهم وبين بعض، علشان تبقى الحياه حياه سلام وامن ومحبه وازدهار وحضاره مستمره. الانسان المصري القديم كان بيحب جدا يدون حكمه على هيئه نصائح لابنه. يعني بنجد مثلا الناصح الحكيم اللي العالم كله بيدرسه وبيذاكره وبيترجم النصوص بتاعته، الحكيم آني. ده حكيم من الحكماء المشهورين جدا في مصر القديمة آني. في واحد تاني حكيم رهيب اسمه بتاح حتب، ده رهيب رهيب ده. وواحد تالت ده المفضل بالنسبة لي عن شيشونقي. واحد من النصايح اللي لها علاقة بالحب ولها علاقة بالرومانسية ولها علاقة بالإخلاص والوفاء كمان بين المتزوجين، ان الاب قاعد بيقول لابنه اذا اردت ان تكون شابا سعيدا تزوج مبكرا، وكمان بيديله نصيحه ان ايه بقى، هناك في البيت اسباب للخصام يجب ان تتجنبها. يعني لما تيجي تتجوز وتبقى انت ومراتك اكيد هيحصل اسباب للخصام بين الطرفين، وبالتالي حاول تتجنب هذه الاسباب لان ده هيدلك على ان الحياه بعد كده تبقى سعيدة. إذا كان الرجل لا يريد خصاما في بيته فعليه ألا يبدأ. يا سلام بقى الحكمة دي جميلة. شفتي بقى عليه ألا يبدأ. يعني أوعى ثم الرجالة اللي بتبدأوا دايما. وبعدين يقول له إيه؟ يقول له إذا يعني هو بيكسب السعادة المنزلية أو السعادة الزوجية، فبيقول له لا تراقب زوجتك
طالما انت تعلم انها كفأة. يا سلام. يعني ما تقعدش في البيت، انت عارف الراجل لما بيقعد في البيت بتبقى كارثه يعني. بتبقى وخصوصا في يوم التنظيف. انا دي قاعده عامه عند الكل بقى يعني، احنا كلنا حاله خاصه. لا الحقيقه انت بجيناتكم العيال الخاصه بالطبيب، واخده بالك؟ ما تقعدش بقى تراقب زوجتك طالما انت يعني. طب شويه بقى تشيلي ده حطي ده، الحته دي لسه ما اتنضفتش وقوش المرأة. يعني كانوا مقدرين، كانوا مقدرين ان البيت دي مملكه المراه، فتعمل اللي هي عايزاه فيها من ايام الفراعنه. تماما. ان هو بيقول له ايه؟ لا تراقبها وابقى صامتا طالما تعلم انها كفأة، ولا تقول لها اين هذا احضري، ما تقولهاش فين ده هاتيه. عارفه النظام ده، في انا سبت المفاتيح العربيه فين، فين الشراب، فين الجرافات، هاتيه مش هاتيه. لا هي منظمه وحاطه كل حاجه في حتتها لانها كفأة، وبالتالي ما تقولهاش كده، ما تسالهاش السؤال ده اللي هو اين هذا احضريه. ثم ايضا كان لطف القديم يحب ان يرتدي اكاليل الزهور، ويرتدي الكتان هفهاف، ويضع العطور الزيتيه ذات الرائحه النفاذه. وكانت المراه تتجمل لزوجها، وكانت ترتدي ايضا رداءات معموله من الكتان الجميل الرقيق، وكانت كمان بتعمل شعرها، او حتى كان هناك موضه الباروكه كمان. يعني كان في، كان عندهم باروكه في زمن الفراعنه؟ كان في موضه الباروكه، والباروكه دي كانت حاجتين، كانت الحاجه الاولى تتلبس لطقوس معينه، كان شعرهم حلو يعني المصر القديم. انا عايزه اسال ايه اللي خلاهم يلجأوا لاستخدام الباروكه؟ طقس يعني اول حاجه كان نوع من انواع الطقوس. وبعض الاحيان ده في واحده في انجلترا عامله الدكتوراه بتاعتها في البواريك المصريه القديمه، واحده انجليزيه. يعني متخيله يعني دكتوراه. تاني حاجه للجاذبيه، يعني احنا عندنا نص الزوج والزوجه، وواضح ان الزوجه سوف ترتدي الباروكه لتكون جذابه لزوجها. فده يرجعك شويه الايام، برضو احنا كان عندنا الفنانين في الستينات كانوا بيلبسوا حاجات غريبه في دماغهم كده. متوسلنا بقى عن الاجداد والاجداد والاجداد من ايام الفراعنه. كان عندهم التهادي، يعني احنا بنقول برضو الهديه دي بتبقى معنى للمحبه. يعني مثلا الهدايا، ان هو يعني احنا في عندنا راجل جميل اسمه نيد ايمن. نيد ايمن دوت مش عايز اقول لك، يعني الانجليز سارقين قطع من المعبره بتاعته من كتر جمالها ومن كتر الوانها، وحاطينها في المتحف البريطاني للاسف الشديد يعني. ففي منظر جميل قوي، هو واخد مراته وبنته وطالعين في مركب بين الاحراش، وبين نور جميله جدا، وبين القطط والحيوانات والطيور، وعاملين منظر رحله خلويه جميله قوي قوي. وهي بنته قاعده على المركب، وهو واقف ومراته جنبيه، وشايله في ايديها بوكيه ورد. الله، يعني كلمه تعلمي ورد. يعني بوكيه ورد كما انت تعلمي بوكيه ورد دلوقتي. يعني لو انت شفتي بوكيه ورد دلوقتي، هو ده بوكيه ورد اللي من 3000 سنه. وكان في قراءه بتقول ان هو اعطاها البوكيه ده. يعني في قراءه بتقول ان ممكن جدا البوكيه كان بيديها لها هديه، يعني بيعبر عن حبه ليها لما يجوا يتفسحوا. يعني القراءه بتقول ان وهم طالعين الرحله الخلويه ديت، يديها ورد تشيله علشان يبقى المنظر والريحه ويبقى هديه جميله. طب ليه المصريين مش متوارثين هذه العادات عن اجدادنا؟ استني واحده، وانت جوزك ما بيديكيش بوكيه ورد كل يوم يخرج معاكي في الصبحيه؟ كل يوم؟ لا 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 يوم؟ لا هو الامانه يوم بعد يوم، علشان بس الناس ما تحسدنيش يعني. طيب خلاص ياخدي له النهارده بقى، بس يقول لك فين بوكيه الورد بتاع النهارده؟ بالظبط كده. في كمان الاخلاص لما بعد الوفاه، وفاه الزوجه. الله. يعني زي ما كتب رمسيس الثاني، او خليك احكي لنا بقى يعني قد ايه كان مخلص لزوجته بعد وفاتها كمان. بصي كويس ان انت ذكرتي، احسنتي عندما ذكرتي رمسيس او رمسوس، ان نتكلم على الثاني الاول اللي هو بتاع ابو سنبل ده، بتاع نفاذ بتاع الشمس الجميل ده. الراجل دوت خلوا بالكم، هو في ناس بتتهم وتملي ان هو كان راجل مزواج وحاجات زي كده. هم الملوك في مصر القديمه كان لهم لديهم الحريم للاسف الشديد يعني، وكان لديهم اكثر من زوجه فعلا. وهو كان قيل 8 زوجات، وقيل 13 زوجه معروفه ناهيك عن الحريم. ولكن هو اختار من ضمن كلهم سيده اللي هي نفر ايري. احنا خطا بنسميها نفر تاري. كويس؟ اللي هي المشهوره باسم نفر تاري، لكن هي في الهيروغليفي الاسم الصحيح بتاعها نفر ايري. ليه؟ ايري دي صيغه المبالغه بتاعتنا، واحنا اتفقنا ان نفر
يعني جميله. فدي صيغه المبالغه بتاعت جميله، يعني احلى واحده فيهم، احلاهن حلاوات سينات، حلاوتهم ممكن تسميها كل هذه التسميات. بيقول فيها ايه بقى؟ خدي بالك بقى، ده رجل حكم 66 عاما و10 اشهر ومات قرابه ال 90 سنه من عمره. راجل اتجوز 13 ومات 90، وليه تكلميني عن العبقريه؟ واخد بالك؟ تعالي بقى اقول لك على جمله قالها، وهي رساله لجميع رجال مصر اللي بيسمعونا دلوقتي. يا ريت كلهم ياخدوا بالهم. قراءتك الصبحيه الجمله دي قبل ما تنزل الشغل كل يوم هضمن لك حياه سعيده كما عاش رعم السوق الثاني 90 سنه. ايه بقى الجمله؟ الجمله بيقول لها ايه؟ هي بتتكلم على مراته، هي التي من اجلها اشرقت الشمس. الله الله، الشمس دي بتشرق عشان سبب واحد بس من وجهه نظره، اللي هي مراته. عشان زوجته. عشان زوجته. يا سلام لو كل واحد يقول الكلمه دي لزوجته الصبح فعلا. هو انت بتقولي ما بتقوليش الجمله دي كلها؟ لا لا، هو بيقولها لي. لا لا لا، انا بقول انا خارجه عن المنافسه يعني عموما. لكن انا بيبقى صعبان عليا بقيه الشعب اللي مش بيلاقي الكلام الحلو ده. يعني شعور اتجاه الشعب. اكيد. على ما اقول لك على حاجه ثانيه، دي بقى صعبه شويه على الرجاله ان هم يعملوها، مش هطلبها منهم. ان هو امر بنحت معبد لها. خدي بالك، بنات. فاصبح الملك الوحيد في مصر اللي امر بنحت. في واحد ثاني برضه عمل بس في النوبه، في النوبه العظيمه. بقينا اثنين، بقينا ملكين في تاريخ مصر كلها اللي امروا بنحت. لكن في مصر، مصر اللي احنا عارفينها دلوقتي في حدودها، في ملك واحد بس اللي هو امر بنحت هذا المعبد الجميل اللي انتم كلكم بتشوفوه بجانب المعبد الرئيسي في ابو سنبل. وهذه المراه عندها حته مقبره في وادي الملكات، بس هي مغلقه. انا دخلتها مرتين ثلاثه في حياتي، حته مقبره لا تتخيلي الجمال. وانا راجل بقى شفت مقابر، يعني انا شفت مقابر فانا بقارن. لا تتخيلي، هي دي بقى اللي بعيده عن المقارنه فعلا. فنحن نتكلم عن الجمال. في حاجه بقى انا بلاحظها في الست المصريه اليومين، او يعني خلال حياتي انا اللي هو الحديثه، يعني ان ربك الجمال الاسطوريه اللي هي حوت حر، اللي احنا بنسميها حطحور. حوت حر، هي في الاصل حوت حر. خدي بالك، دي في الاسطوره تزوجت من حر اللي هو حور اللي هو الصقر. هذه السيده اللي هي ربة الجمال وربة الموسيقى وربة التركواز اللي هو الفيروز. عشان كده انا لما بشوف سيدة او بنت لابسة في احدى محاضراتي او في احدى اللقاءات لابسة تركواز، بقول لها انت النهاردة لابسة مصري قديم. ليه؟ لان حتحور او صوت خير ربة الجمال كانت من ضمن القابها ربة التركواز، ومن ضمن القابها رب مسكات. ده يعني ارض، مسكات يعني تركواز، ربة أرض التركواز اللي هي سيناء العزيزة. خدي بالك بقى اللي جاية، وكانت ربة الأراضي السواحل الفينيقية اللي هي لبنان. يعني لما كانوا الناس يروحوا لبنان كانوا يقولوا إن الجمال مصري في لبنان. أنت بقى قارني دلوقتي باللي بيحصل. لا احنا عكسنا الموضوع تماما دلوقتي. دلوقتي احنا دلوقتي بنقول ايه؟ تملي بنجيب ال ده جمال لبناني. الجميل ده جمال لبناني، المغنيه الفلانيه دي مش عارف هيفاء، دي نانسي، دي مش عارف مين. فاصبحت المثل اللي انت بتضربيه للجمال جمال لبناني. واحنا كلنا لازم نعترف ان شعب لبنان كله جميل. طبعا. كله. كله. لكن القصه ان زمان ما قبل الميلاد انت اللي كنت المثل بتاعك. واللذيذ بقى في الامر ان هي ايضا كانت ربة الحب الاسطورية. مين؟ حتحور. كل دي كانت بتطلع على شكل سيدة رائعة الجمال ذات جسد ممشوق وذات قد دي بقى قدق المياسة يا قلبي. هي دي في الشكل الحيواني. انت عارفة مصر القديمة كان عندهم في الاساطير شكل انساني وشكل حيواني او طائر. يعني حر مثلا يبقى اللي هو حورس ده، يبقى رجل قوي وبراس صقر او على هيئة بقر مثلا. بالنسبه لحوت حر كانت بتطلع على هيئه بقره. طب ليه بقى؟ ليه؟ بصي بقى، يعني واحد يقول لك ايه العلاقه بين البقره والحب ولا البقره والجمال؟ بصي كويس قوي على عيون البقره هتلاقيها رائعه الجمال وواسعه. نعم. صح؟ وهو رمز الجمال، العين
يعني الواسعه مش كده؟ مش انت لما بتعينيها واسعه ده بيبقى نوع من انواع ملمح الجمال فيها؟ طيب بصي على الرموش البقره هتلاقي الرموش بتاعتها قويه وطويله، دي برضه من ضمن، فاكره زمان كانت الستات تلبس بتاعات اللي هي الرموش اللي هي السودة دي العيره دي اللي بيحطها في عينيهم دي، ليه بتكبر الرموش بتاعتها؟ علشان تبقى مصر قديم البقره رموشها كبيره وعظيمه. اذا اردنا عن قصص الحب، في من قصص الحب الفرعونيه واللي حضرتك برضو ذكرتها قبل يعني في كتاباتك اللي انتحرت لما ما قدرتش تتزوج حبيبها، يعني انا عايز اقول ان في تنويع من قصص الحب الفرعونيه الجميله اللي بنعيشها في واقعنا دلوقتي كمان. إيزادورا يعني انت تتكلمي عن هذه الفتاه ولها مقبره في منطقه اسمها تونا الجبل بالمنيا، وكنا بنزورها للسياح، وحتى للاسف يعني مومياءها كان يشاهد، كان بيبقى منظر بائس جدا الحقيقه. ولكن القصه تقول، المقوله تقول انها كانت على حاله حب ولم يتسنى لها ان تتزوج من تحبه، كان هو قائد جيش، وكان الاب اللي هو الملك رافض لهذه، او الحاكم كان رافض لهذه الزيجه، فطبعا تخلصت من حياتها. دي قصه من الممكن ان تكون اسطوريه او شبه اسطوريه او حقيقيه، وهي قصه إيزادورا الشهيره في منطقه المنيا ليتونا تونا الجبل. عايز اقول لك بقى ان المراه وفكره الحب، ان ما كانش فيه دلع، كان فيه جواز، يعني مفيش حاجه اسمها نطلع نتفسح على الكورنيش وشايفه القمر يا ليلى ومش الكلام ده كله جميل وقول زي ما انت عايز، بس في الاخر احنا بنتكلم على جواز مش بنتكلم على دلع. نعم. رابطه. وعلى رابطه، وكان هناك عقود زواج، يعني احنا وجدنا عقود زواج، وكان الرجل يدفع للمراه 3 قطع من الفضة. هو الحياة كانوا بيقدسوا الحياة الزوجية كمان الفراعنة. يمكن التاريخ بيحمل زي ما حضرتك بتقول لنا كده العديد من قصص الحب، وخلينا نأكد برضو ان المصري القديم كان يحب هذه الارض، يحب تماري ارض المحبة اللي هي مصر. لو تسمع معانا سامي شماع شاعرة